هلا الدم مكون من اول شيء سائل هو البلازما. نعم. اللي بتحتوي على بروتينات وتحتوي على ماء في الاساس وكريات الدم. كريات الدم عندنا ثلاث انواع، الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه. نعم. هلا كل واحد لها وظيفه مختلفه تماما، يعني مثلا نقل الاكسجين هو وظيفه الكرات الدم الحمراء. نعم. داخل زي ما بنعرف كل كري الدم حمراء في ماده تسمى بالهيموغلوبين. هلا هذا وظيفته انه نقل الاكسجين من الرئه وتوزيعه عن طريق الدم الى جميع انحاء الجسم. نعم. هذه الوظيفه الاولى. الامراض الخاصه فيها هي امراض فقر الدم وعدم قدره وصول الاكسجين بشكل كافي الى الانسجه. نعم. هلا المكون الاخر هو كرات الدم البيضاء، ولها وظيفه مهمه في مكافحه الامراض المعديه. وظيفتها وظيفه مناعيه، وعندنا عده انواع لكرات الدم البيضاء، وكل نوع متخصص في محاربه نوع معين من الجراثيم. اخر مكون هو مكون الصفائح الدمويه، وهي ليست خلايا انما اجزاء من خلايا صغيره وظيفتها الحفاظ على الدم من النزيف، فهي تعمل على تكون الجلطه لمنع النزيف. نعم. دكتور سؤال معلش، كيف الواحد يعرف روحه؟ شو الاعراض اللي يطلع عليه يعرف من خلاله انه هو ممكن مصاب باحد امراض الدم يعني؟ تمام. هلا وظائف هذه الكريات او وظائف الدم بشكل عام بتقل، فبهذه الطريقه بنعرف ان عندنا مرض. على سبيل المثال الشحوب، التعب المستمر، سرعه النفس، احيانا تورم في القدمين، كل هذه بتدل على النقص الهيموغلوبين او نقص القدره على نقل الاكسجين، وحتى ممكن تسبب الى الصداع. مثلا نقص في او اختلاف في وظيفه خلايا الدم البيضاء بيؤدي الى تكرار في عمليه الالتهابات البكتيريه، نقص المناعه. اخر شيء اللي هي الصفائح الدمويه، لو صار عندنا نقص في عدد الصفائح الدمويه بكون عندي انا مشكله في تجلط الدم، ومش بس الصفائح، في عندي بروتينات اخرى ذائبه في البلازما ايضا تعمل على تجلط الدم. عوامل التخثر بالضبط. يعني عوامل التخثر، لو هذه عوامل التخثر ايضا قلت ايضا تؤدي الى ظهور كدمات زرقاء او حمراء تحت الجلد بالضبط. او مدة النزيف بتكون أطول من الطبيعي. نعم. خصوصاً لو في حالة خلع ضرس أو في حالة جرح طبيعي يكون سهولة في النزيف أكثر. بالضبط، سهولة في النزيف، وهذا يعني أحد مكونات أو أحد المؤشرات على وجود مرض في الدم. طبعاً في أحياناً بيكون مرض في الدم بيشمل كل شيء، وهنا نتكلم عن السرطانات الدم. نعم. إحنا بيكون عندنا بانسايتوبيني أو نقص عام في كل الخلايا، فبنلاقي شحوب، أنيميا، مع كثرة العدوى، مع زيادة في سيلان الدم. نعم. طيب دكتور، لو جينا وبنتكلموا على موضوع ال يعني حضرتك لما تكلمت على مكونات الدم ذكرت كريات الدم حمراء وكريات دم بيضاء وصفائح، معناها كل واحدة فيهم ممكن يكون لها مرض خاص بها، صح؟ بالضبط بالضبط. طيب شن الأكثر شيوعاً والأكثر خطورة في هذه الأمراض؟ يعني الأكثر شيوعاً غالباً هو فقر الدم أو نعم. الأنيميا. نعم. بالذات بكون أكثر في السيدات أكثر من الرجال، بسبب الدورة الشهرية تفقد الست شهريا حوالي 35 ملي من الدم وبتفقد الحديد. نعم. طبعا لازم نتكلم انه الهيموغلوبين اهم عنصر فيه هو عنصر الحديد، هو اللي بيعمل على ارتباط بالاكسجين. نقص الحديد مباشره بيؤدي الى نقص الدم، واكثر الامراض نقص الدم شيوعا هو الانيميا الناتجه عن نقص الحديد. نعم. اكثرها خطوره هو سرطان الدم اللي بيكون ناتج عن نقص في وظائف كل ثلاث عناصر هذه. البانسايتوبين يعني. بالضبط بالضبط، ويعني ان شاء الله يكون يعني هو غير شائع. لكن للأسف يعني أحياناً بيكون موجود، وبيجينا مثلاً الطفل أو البالغ بيعاني من الثلاث شغلات، بيعاني نعم. من نزف مستمر، بيعاني من عدوى متكررة، وأيضاً بيعاني من أنيميا. نعم. دكتور، في ناس صار لها لخبطة بين الهيموغلوبين أو الحديد ومخزون الحديد. فشن الفرق بيناتهم دكتور؟ هلأ زي ما حكينا أنه مركب أساسي للهيموغلوبين هو الحديد. الحديد بتخزن داخل الجسم عن طريق مادة اسمها الفيريتين. هذه موجودة داخل الطحال، داخل الكبد، داخل الخلايا، داخل العضلات الحمراء. مجرد ما ينقص الحديد في الدم، الحديد يعني جسم بيستدعي المخزون لتعويض هذا النقص. نعم. بعد ما ينتهي المخزون تبدأ أعراض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. أحياناً المريض بيعمل فحص الدم، طبعاً في فحص لازم نركز عليه جداً، هو فحص السي بي سي أو فحص صورة الدم الكاملة. نعم. يعني حاليا في المراجع بيكون عنه انه بطاقه هويه للمريض، بدك تخش على الدكتور معك اسمك وعمرك وتعطي له مباشره صحيح. فحص سي بي سي او هذا بفحص لكل كرات الدم بشكل مفصل. نعم. اذا عن طريقه بعرف نوع الانيميا اللي موجوده. قبل ما نصل للمرض يفضل ان نشوف المخزون، لو كان المخزون ناقص نعوض المخزون حتى لنصل للمرض. هذا يعني التطور حاليا في الطب، انه مش مستنين المريض لعند ما يبدا بالاعراض ويبدا بالمعاناه، نقيس المخزون، لو كان المخزون ناقص ننصحه بالتغذية أو ممكن نعطوه حبوب حديد للتعويض حتى لنصل إلى مرحلة النقص. فإذا الفرق بينهم الحديد، نسبة الحديد هي نسبة الحديد اللي بتستخدمه الجسم لتكون دم
كرة الدم الحمراء. المخزون هو المخزون الاستراتيجي، ويفضل بدء العلاج عند نقص المخزون وليس عند بدء ظهور الأعراض. نعم، حتى الأعراض حتظهر بعد ما ينقص المخزون يعني. بالضبط بالضبط، احنا عند الأعراض بتكون ظاهرة بنلاقي انه المخزون ناقص والترانسفيرين او اللي بنقل الحديد من المخزن للمصنع بكون الناقل بكون مرتفع، بكون ايضا الخلايا صغيره، خلايا الدم بتكون صغيره، هي نوع من انواع الانيميا المشهوره اللي هي انيميا نقص الحديد في الدم. نعم دكتور، توا معناها ناقص، توا نتكلم على موضوع الصفائح الدمويه والمشاكل متاعها يعني، فشن المشاكل اللي ممكن تكون متعلقه بالصفائح الدمويه؟ يعني زياده زمن النزيف، عدم قدرة الدم على التخثر، هذه هي مشكلة الصفائح الدموية. أحد يعني أسبابها، يعني أهم أسبابها هو استخدام بعض الأدوية التي تعمل على منع تكون الجلطة. نعم. وهي أدوية كثير مشهورة وتباع بدون وصفة طبية، اسمها بشكل عام الأدوية المضادة المضادة للالتهابات الغير استرويدية. نعم، زي الأسبرين، أسبرين، الديكلوفين، نابروكسين، إيبوبروفين، كل هذا من نفس العائلة. أحياناً بكون سبب النزيف أو سبب عدم قدرة الصفائح على عملها هو استخدام هذه الأدوية. نعم نعم. يا دكتور، بالنسبة للأسبرين كده يسمع فيها المشاهدين، السيدات الحوامل، سيد الحامل ومع أخذ الأسبرين، هل أنت مع أو ضد؟ يعني في بعض الدكاترة النساء ينصحوا في الحامل إن هي تأخذ أسبرين، تأخذ حبة الأسبرين في حالات معينة، في حالات معينة، أما في الحالة الطبيعية لا. الحالة الطبيعية الحمل حالة طبيعية بتستمر بشكل طبيعي. الأسبرين غير محبذ من الأطباء النساء والولادة في كل العالم لأثناء الولادة إلا إذا كان في له سبب. مثلا لو كانت الأم بتاخذ أسبرين قبل قبل الحمل بشكل مستمر بشكل يومي، ممكن تستمر برضه حسب تعليمات الطبيب. نعم. أما إن تاخذ أسبرين من نفسها فهو ممنوع، خصوصا في أول 3 شهور من الحمل. كل المضادات الالتهاب الغير استرويدية قد تؤدي إلى فقدان الحمل وقد تؤدي إلى مشاكل في الجنين. بعد الأسبوع 19 أيضاً غير مفضلة، يعني حتى لو كان استخدام هذه المضادات الغير استرويدية للالتهاب لعلاج الصداع أو لعلاج الآلام، يفضل استخدام بدل منها الباراسيتامول، بدل ما نستخدم يعني. بالضبط البنادول، بدل ما نستخدم المضادات الالتهاب غير استرويدية، لأنها الاستخدام اليومي، إحنا نتكلم عن حبة يومياً غير عن الاستخدام حبة أو حبتين مثلاً في الشهر. نعم. الاستخدام اليومي بيظهر الأعراض الجانبية لهذه الأدوية. الأسبرين في استخدامه اليومي، بس في دراسات طلعت وتقول أهمية أن الإنسان يأخذ الأسبرين حتى لو ما يشكي من شيء، لأنه هو مضاد لبعض الأمراض مثلا يحمي من السرطانات بعد سن الأربعين تحديداً يعني، فينصحوا بها. شو رأيك فيه دكتورة؟ والله إحنا في عنا خلينا نقسم الناس قسمين، قسم اللي ممكن يحصل عنده أمراض القلب أو أمراض الذبحة الصدرية أو أمراض تضيق الشرايين أو تصلب الشرايين أو الضغط العالي، وهم بكونوا في العادة بكون عندهم سمنة وبكونوا مدخنين. الآن في عندي الوقاية الأولية والوقاية الثانوية، بمعنى أنه أنا لو عندي الشخص ما حابب أنه أبداً يوصل لمرحلة أنه يصاب بالجلطة، في نقاش على إعطاء الأسبرين. ولكن الأسبرين أيضاً له أعراض جانبية طبيعي تمثل النزف، فأنا أبدأ أوازن ما بين الأعراض الجانبية تمثل بالنزف والخطر من إصابة الجلطة. الآن معظم المراجع العلمية لا تفضل إعطاء الأسبرين بشكل مستمر بدون وصف الطبيب لأي شخص فوق 40. الآن الشخص اللي ممكن يصاب بجلطة، اللي أوريدي عمل مثلاً عملية دعامات للقلب، أو اللي عنده ضغط دم، أو اللي عنده سكر، أو اللي عنده سمنة مفرطة، أو مدخن شره وإلى آخره، هذول بنصنفهم لك أشخاص لهم خطر أكبر للإصابة بالجلطات القلبية. ممكن نعطيهم حبة يومياً لأنه هنا نسبة الخطر من إصابة الجلطة أكبر من نسبة الخطر من إصابة النزيف. هذا بناءً على وصف الطبيب يعني، مش من الناس ممنوع أي دواء يتاخذ بشكل عام بغض النظر عن كل هذا. ممنوع أي شخص يأخذ أي دواء غير لما يستشير طبيبه، خصوصاً لو كان دواء مستمر يومياً لمدى الحياة. نعم نعم دكتور. طيب احنا نبي نرجع للمرض الاكثر شيوعا اللي هو موضوع فقر الدم. في ناس طبعا هلبا ناس يعانوا منه، فشن نصيحه حضرتك ليهم يعني؟ ان في ناس تلجا الى الاشياء الموجوده بالمنزل على اساس ان هي تبي تعلي مخزون الحديد، هل ينفع ولا لازم؟ يعني اي نعم. هل ينفع ولا لازم من ادويه؟ طبعا حسب الحاله، حسب الحاله بنشوف احنا كم نسبه الهيموجلوبين، طبعا هو مختلف بين السيدات غير عن الرجال. نعم. حسب نسبه فقر الدم، هل هي نسبه فقيره كثير او قليل. يعني يفضل في الحالات الخفيفه انه نلجا للغذاء، الغذاء. نعم. الاغذيه المليئه بالحديد، خصوصا في البنات، خصوصا في البنات في بدايه حياتهم
بيكونوا ما بحبوا ياكلوا اللحمه الحمراء، ما بحبوا ياكلوا الكبده، ما بحبوا ياكلوا الطحال. هذه الرجال ما في مشكله عندهم ما شاء الله بياكلوا كل شيء شباب. الله يبارك. بس البنات بيكونوا ما بحبوا الشغلات هذه وبكون عندهم نقص الحديد. نعم صحيح. فساعتها بنضطر نعطيهم مكملات غذائيه. طبعا اخذ المعادن او اخذ الفيتامينات من مصدرها الطبيعي افضل للجسم. افضل للجسم. نعم. لكن ساعتها راح تضطر تاخذ حبوب الحديد. حبوب الحديد طعمها شويه مش كويس. صحيح. بتعمل غثيان. حتى تعمل امساك. وبتعمل امساك. تمام. فبنكون بترجع نفس البنت نحكي لها شو رايك تقول لا ما بدي اخذ حديد. نعم. طيب يا بتاخذي حديد يا بتاكلي كويس سبانخ او بتاكلي خضروات. وكل طبعا كل اسبوعيا لازم اكل السمك. اللحمه الحمراء على الاقل مره او مرتين في الاسبوع. نعم. الكبده مليئه بالحديد الطحال. ايضا السلطه الخضروات يوميا، يعني يوميا لازم يكون صحن سلطه على الطاوله يوميا. صحيح. والفاكهه طبعا ايضا موجود فيها. طيب دكتور نجول المقابل الناس اللي هم بالعكس قاعدين ياخذوا في مالتي فيتامين من غير اي وصفه طبيه. ايضا خطا، ايضا نعم. خطا. الفيتامينات اصلا موجوده في المصادر الطبيعيه. والفيتامين الموجود في المصدر الطبيعي افيد للجسم من الفيتامين الموجود بشكل مصنع. نعم. فالغذاء المتوازن، انا ما بحكي غذاء كثير، المتوازن اللي بيشمل الخضروات والفاكهه يوميا، بيشمل السمك مره بالاسبوع، بيشمل اللحوم الحمراء والى اخره. افضل. هذا افضل بألف مره، وحيشوفوا طبعا هم نتيجة على صحتهم على طاقتهم وعلى حتى الذكاء وعلى الفعالية أكثر لو أخذوا عدلوا نظام غذائهم بهذه الطريقة. السؤال اللي بنسأله لك دكتور على موضوع أن الناس اللي تأخذ في المالتي فيتامين على بالها أن أخذ المالتي فيتامين لو أخذتها حتى لو ما نفعنيش ما يضرنيش. يضر؟ هذه المعلومة نبي حضرتك تتكلم فيها لأن راهو في ناس مش ماشي في بالها. لا طبعا، يعني احنا عفوا لما درسنا بالكلية بكلية الطب درسنا مثلا فيتامين اي. تمام. درسنا مرضين، زيادة فيتامين اي ونقص فيتامين اي. نعم صحيح. وعلى فكرة درسنا الزيادة قبل النقص. نعم صحيح. التوكسيكوسيس بالضبط. نعم. هايبر فيتامينوسيس. فكل شيء بدخل جسم الإنسان حتى المية كل شيء بدخل جسم الإنسان زيادتها حتى يتسبب مشكلة. نعم صحيح. بتسبب مشكلة. صحيح. فلو أنا أخذتها مصادر طبيعية جسمي امتصاص الفيتامين بيكون حسب حاجة. صحيح. غير من أخذها مثلا مركزة بحبوب ساعتها بعطي جرعة زايدة وساعتها بواجه مشاكل زيادة الفيتامينات. نعم صحيح.